قبل الأزمة كان كتير عندي career aspirations بالقصص اللي بدي أعمله، ومع الأزمة أكيد صار في كتير ambiguity. بطلت عارفة exactly شو بدي أعمل لأنه بطلت عارفة شو موجود بسوق العمل. بلشت قصتي بالألوميناي أند كارير سنتر بالبي اي يو لما أنا كنت كطالب جامعة ما عم بقدر أعرف قدراتي ولا أهدافي، ما كنت عارفان أنا شو بدي أعمل لبعدين. لحديد ما كنا بالصف وطلعوا الألوميناي أند كارير سنتر، طلعوا عملوا ان اورينتيشن كلاس، عرفونا عن حالهم وهن شو بيعملوا. هنيك قدموا لي معلومات عن المهن المتاحة بسوق العمل اللي خليني اشوف شو هن الفرص المتوفرة إلي، وخلوني اتعرف كمان على الاشخاص اللي عم بيقدموا هيدي الفرص. نزلت وقتها لعندهم وقدرنا نقعد ونعزز ثلاث قدرات اللي عندي، منهم اختيارات العمل انا شو بدي، واهدافي الكوميونيكيشن سكيلز يلي بدي احكيها مع اصحاب العمل. قدرنا نعزز هول الثلاث قدرات من خلال كثير طرق، منها الطرق الكتب يلي كانت مدعومه من اليو اس ايد كمان. تعلمت كثير قصص مثل غيري اللي هن فيري بيسك من انه كيف اعمل ماي سي في او جهز وكون موجوده بقلب الانترفيو. اي ثينك هيدي مهارات كانت كثير مهمه قبل ما حتى انا فوت بسوق العمل وفوت عليه بنجاح. اخيرا اي لاندد ا جوب بفضل الالومناي اند كارير سنتر يلي لها كمان فضل اليو اس ايد بدعمها لانه كثير فادتني. الاوبورتونيتيز اللي قدرت لاقيها مع الكارير سيرفيسز بهاي غازيان يونيفرسيتي كانت تقريبا مثل امريكل ذات سيت مي رايت باك اون ذا رود اوف موفينج وذ ماي كارير. فاي ثينك اذا كل شخص قدر يحصل على هيدي الاوبورتونيتي طموحاته رح يوصل له، واكيد هذا الشيء موجود بدعم الجامعات وموجود بدعم يو اس ايد. طبعا هن مراية بلدنا وهن مستقبل بلدنا، ضروري الاهتمام بالشباب والاورينتيشن تكون عفوا موجهة بالشكل الصحيح ومن المصادر الصحيحة والاهتمامات الصحيحة. لحظة انا اشرب ماء. ضيفي بالاستوديو دكتور وائل زرائط، اهلا وسهلا فيك. بروجكت مانجر ل HECD، مشروع تنميه قدرات التعليم العالي في لبنان. نعم. يعني خلينا اول شيء نحكي يعني شو هو هالمشروع، كيف خلقت الفكره ومع مين التعاون. شكرا لك جوزيف لاستضافتك. برنامج تنميه قدرات التعليم العالي او Higher Education Capacity Development Program برنامج ممول من الوكاله الامريكيه للتنميه الدوليه USAID، بتم تنفيذه بلبنان من قبل Education Development Center بالشراكة مع Florida State University. المشروع ابتدى سنة 2019 بيمتد لسنة 2025. بيهدف المشروع أساساً تطوير قدرات المؤسسات الجامعية بلبنان لتجهيز طلابهم دخول سوق العمل بنجاح. حالياً المشروع بيتعاون مع 9 جامعات بلبنان: نوتردام يونيفرسيتي اند يو لويزي، أوزاك يونيفرسيتي، جامعة الأنطونية، جامعة الحكمة، جامعة اليسوعية، هاغازيان يونيفرسيتي، AUST، بيروت عربي يونيفرسيتي، جامعة عربية، والجامعة الإسلامية بلبنان. المشروع بكل بساطة الفكرة انطلقت من اليو اس اي اي دي. في جيل الطالع تلاميذنا ولادنا في نقص بالكوميونيكيشن سكيلز، بالمهارات العملية لسوق العمل. هذا جزء شق منه، يعني هون التيوري ما بتشبه التطبيق. بالضبط هذا المقصد، هذا الشق من المشروع. هذا فينا احكي عن المحاور تبع المشروع اذا بدك. في تو اوبجكتيفز للمشروع. الاوبجكتيف الاول هو تطوير قدره الجامعات لتقديم برامج الاستعداد الوظيفي او جوب ريدنس بروجرامز يلي بتساعد الطلاب بتطوير مهاراتهم العمليه لسوق العمل، لدخول سوق العمل بتميز ونجاح. لما نحكي مهارات عمليه يعني كوميونيكيشن سكيلز، ليدرشيب سكيلز، organizational behavior skills، كل شيء له علاقة تميز التلميذ بسوق العمل. نحن عندنا مشكلة دائما بتخرج التلميذ بفوت على الشغل بده training، في كتير training بيكون مطلوب منه، فهذا training عم بياخد وقت من الامبلوير من صاحب العمل ومن الموظف. صحيح. طريقتنا نحن بالjob readiness skills تجهيز الطالب والطالبة بسنين الدراسة ليفوت على سوق العمل ناجح ومستعد للوظيفة تبعيده. هيدا الشيء من يعني الobjective one من البروجكت. الobjective الثاني هو تطوير القدرات المؤسساتية للجامعات اللي بتساعد اتصالهم بسوق العمل. مثلا من أبرز الإنجازات اللي حققها المشروع نحن هو مبادرة تعزيز المراكز المهنية بالجامعات الشريكة. Career Centers. USAID أطلقت هالمبادرة سنة 2022 وخصصت منح عينية للجامعات الشريكة. المنح العينية بتندرج من furniture, equipments, computers, laptops،
membership بانترناشنال اورجانيزيشنز بالاضافه لكوتشنج وترينينج للموظفين للمراكز المهنيه نحن نسميها ببساطه كاري سنترز. والتريننج والكوتشنج كان من قبل خبراء اكسبرتس من فلوريدا ستيت يونيفرسيتي. الفيديو اللي شفناه هلا قبل شوي بفرجي قد ايه التلاميذ استفادوا من هالدعم اللي تقدم لهالمراكز. وهون بدي اوضح بس نقطه صغيره على الكارير سنترز. نحن بلبنان ما عندنا مفهوم كثير ناضج على موضوع الكارير سنترز. نحن كارير سنترز هي نقطه لينك بين الجامعه وسوق العمل. اوكي. نقدر نساعد التلميذ نسهل له العمليه بالانتقال من الجامعه لسوق العمل. بالنهاية من نوضح نقطة كمان، الجامعة هي فرصة للتلميذ، هو علم، الجامعة هي صرح أكاديمي كلنا منآمن فيه نحن. صحيح. بس الجامعة هي تعطي المجال للتلميذ ليأخذ وظيفة. الـ University in English we call it is employability. نعم. بتيح لنا نحن يفوت على سوق العمل. فدعمنا نحن بمشروع الـ HECD الممول من الـ USAID عم يساعدنا كتير نطور بالكارير سنترز بالجامعات لنقوي الاتصال بسوق العمل بالامبلويرز بالسيكتور بالبرايفت سيكتور. نعم. بس تحكي كارير سنتر يعني قصدك يزيدوا البراكتس هذا ولا نعمل اورينتيشن كمان بـ 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 بالمحاضرات باعداد للطلاب ليعرفوا حالهم كيف رايحين وين بده يختاروا؟ فيها تكون فيها تكون الاثنين، فيها تكون ديفلوبمنت للسي في للرزمي عندهم. نعم. فيها تكون وركشوبس بالكارير سنترز، فيها تكون كمان بوستنج للجوب ادز الاعلان الوظيفي الموجود عندهم من قبل الشركات. في كتير طرق للكارير سنترز بتقدر بتساعد التلميذ يكون شوي على تماس مع سوق العمل قبل تخرجه. طب كيف اثر هالمشروع على كل جامعه وهل عندنا نقص بالفعل؟ شو النواقص الاساسيه بجامعه؟ هلا نحن بطرح الموجود نحن عندنا غياب لبنان حاليا بالانهيار المالي وقدل قطاع التربيه والتعليم عم بيعاني، اكيد عندنا نقص. نحن بنشكر اليو اس اي اي دي لهالدعم يعني كان كثير اساسي بالتعليم. اكيد في جامعات ما كان فيها كارير سنتر ابدا. نعم. عبر هالمبادره تم انشاء كارير سنترز، وفي جامعات كان في عندها كثير كارير سنتر مميز وناجح، بس كمان ساعدنا نحن عبر الكوتشنج والتريننج الموجود من عندنا انه الكادر الاداري الموجود بالجامعه وبالكارير سنتر خاصه يقدر يتميز باتصاله بسوق العمل. نعم. بالامبلويرز. كمان في اشياء يعني يمكن ماكرو ليفل برسبكتيف انه بنحكي فيها نحن انه سوق العمل كمان بلبنان ما عم بيساعد طبعا بالانهيار المالي بهالموضوع. في بطاله في البطاله. نعم. في كمان سوقنا محدود، شركتنا الكبيره كمان محدوده مش مثل اسواق الخليج الشركات العملاقه هناك، فهذا كمان يعني بيكون شوي محدوده الفرص هون. بس كمان لما بنحكي نحن جوب فير، يعني في جامعات ما كان عم تعمل جوب فير، صار في جوب فير، صار عم تيجي كل الشركات على الجامعه وبتطرح الجوب بوستينج، الاعلان الوظيفي اللي عندهم اياه، تلاميذ بيقدموا بياخذوا اورينتيشن، تلاميذ عم بيقدروا يشوفوا كيف هو سوق العمل، شو مطلوب، كيف فيهم يكتبوا سي في لهم، كيف فيهم يعملوا انترفيو، وبصير في مثل موك انترفيوز، يعني مثل بيقعدوا تلاميذ وبيعملوا مثل انترفيوز، مثل تدريب عليها هون، هيدا كله لما عم تقول للتلميذ فايت سنه اولى جامعه، مش عم نحكي نحن سنه رابعه وعم بيعمل تدرج تبعه، لا، سنه اولى جامعه وعم بتدرب على هال براكتس هيدا الموجود، هيدا هو خلق الحاله النوعيه لمشروعنا ونجاح مشروعنا. طيب انا دائما عندي تساؤل عن الجامعات، يعني ما بعرف هذا ممكن مشروع اخر او ما بعرف اذا اهتمام بنفس المشروع، انه ليش التيوري اللي موجوده بجامعاتنا ما بتشبه الحياه العمليه؟ يعني هي صرنا حول العالم كثير القصص اللي بياخذوها بالجامعه بتشبه الحياه العمليه وبخلي التلميذ الطالب بس يتخرج يطلع الحياه العمليه مش مستغرب، مظبوط، عم بيطبق اللي شافه. يعني هيدا ما بعرف اذا بهيدا المشروع كافي ولا بده ينضاف له مشاريع ثانيه، هيدي دائما انا شكرا لسؤالك. نحن ببرنامج الاستعداد الوظيفي جوب ريدنس بروجرامز قدرنا نقدم كورس اسمه ورك ريدي ناو. ورك ريدي ناو هو براكتيكال، هو بأهل التلميذ يفوت على سوق العمل يكون عنده المهارات العمليه يلي هي منا ثيوري. نعم. هو بس براكتس. صحيح. كيف يعمل سي في، كيف يعمل انترفيو، كيف ببساطة كيف يقدر يطلع من هالمبنى ويعمل مثل مابينج خريطة حوله شو موجود بزنسز. نعم. ليقدر هالتلميذ يقدر يتمحور يعني تفكيره حول أي opportunity بيقدر هو يستفيد منه كانترفيو كسيلز. هيدا الكورس هو هلأ بتسع جامعات بلبنان عم بينعطى as a 3 credit course. أيوة. بالجامعات هلأ وفي أكثر من 40 section
كل سمستر عم ينعطى بلبنان هلا، وحاليا اكثر من 12800 طالب استفاد من هالكورس بتسع جامعات. انتوا قدمتوا المساعده او هالمشروع تقدم للجامعه، والجامعه بطريقه غير مباشره قدمتها للطالب من خلال السكشنز اللي انفتحت. نحن بندرب الاساتذه الجامعيين، والاساتذه الجامعيين هن اساتذه جامعيين اكاديميين، هن بيوصلوا الصف ديليفر ذا كورس للتلاميذ. ايوه. طيب شو كانت رده فعل الجامعات؟ شو قالوا لكم بعد طرح المشروع؟ وقالوا بلش مثل ما بقول من 2019، يعني هيدي خامس سنه يطبق. خامس سنه يطبق. نعم. يطبق. وقديش غير بحياه جامعات؟ وهل دائما في نفس الجامعات اللي عم تشتغلوا معها ولا عم تغير؟ حاليا نحن عم نشتغل مع نفس الجامعات. نعم. نحن صرنا على اخر مراحل من المشروع، المشروع بيخلص بسنه 2025. الجامعات كثير مبسوطه، كثير مرتاحه للتعاون اللي صار بين اليو اس اي اي دي اتش اي سي دي مشروعنا ومع الجامعات. صار في تغيير بحالات نجاح التلاميذ. نعم. حتى التلاميذ لقوا فرص افضل بالعمل. في عنا سكسس. عم تحكي لبنان وخارج لبنان اكيد في قصص نجاح. نعم. يعني الفيديو اللي شفناه هو فيديو واحد من عده افلام وفيديوز. نعم. نحن عملناها بتفرجي قصص النجاح اللي صارت مع تلاميذنا وكيف قدروا يلاقوا فرص عمل ناجحه، وكان الفيدباك من الامبلويرز. نعم. ممتاز بهالموضوع هيدا. نعم. هيدا ردنا بس على سؤالك انه البراكتيكاليتي واللي نحن كثير مهتم فيها. لانه الثيري منا محتاجينها بقى بهالموضوع هيدا بالضبط. نعم. وقت الاورينتيشن اللي عاملينه للكارير ولا غير قصص، عم توجهوا لاول سنه جامعيه ولا لاول ثلاث سنوات ولا لكل؟ لكل الجامعه. لكل الجامعه. نحن انشانا كارير سنتر قائم بحد ذاته. نعم. الكارير سنتر صار الجامعه حامله الشعله، هي عم بتقود الكارير سنتر جوا الجامعه. نعم. نحن بنعطي السبورت، بنعطي التريننج، بنعطي المنح العينيه اللي لنا عنا، اعطينا كل شيء نحن. نعم. وكل السبورت والفولو اب، والجامعه هي الكادر الاداري بالجامعه هو عم بيقود الجامعه. منحكم للجامعه ما خص الطالب فيها، انتم عم بتامنوا هون منصه للطالب لانه يستفيد منها ليقدر يطلع على الحياه العمليه بشكل اسهل 100%. هذا اللي عم بصير. بنذكر انه هو مشروع تنميه قدرات التعليم العالي في لبنان. يعني اذا بتطلع على الجامعات، حضرتك عم تفوت تشوف الجامعات، عم تزور، عم تكون موجود أكيد. شو بتشوف النواقص الموجوده بجامعاتنا، بغض النظر على انه في جامعات طبعا مثل ما عم تقول في تفاوت بالمستويات اكيد. نعم. هلا اول شيء هو الانهيار المالي اسرع جامعات كثير. نعم. هون خاصه بالاقساط الجمعيه يلي كانت عم بكولكشن تبول عم بيكون باللبناني. هلا شوي الموضوع قلب شوي، هلا صار بالدولار. نعم. في مشكله غياب الدعم اللي هوني، غياب التمويل. نعم. عنا اياه. نعم. وهجرة الأدمغة. ايوه، هيدي اساسيه، هي الاولى انا بعتبرها. ايه، هي مشكله كثير يعني كبيره عم نشوفها نحن. يعني نحن بعطيك اكزامبل من مشروعنا. نحن اول سنتين 2019 2020 بلشنا بالتدريب. نعم. في جزء كبير من المتدربين الاساتذه فلوا، تركوا. أيوة. هاجروا. أوكي. فاضطرينا نحن، عشان نحن مسمين نحن مشروعنا هو مشروع دائما قابل للتطوير، قدرنا نعمل نحن دفعه جديده من الاساتذه الجامعيين نقدر. نعم. ندربهم ونطورهم، فما وقفنا محلنا. نعم. وهون بدي ركز على نقطه، وهيدا كمان دائما بيرجع انه قد ايه محتاجين هيك مشاريع من اليو اس اي اي دي ودفرنت دونرز كمان. نعم. في نقص بلبنان بهيك مشاريع، ونحن. نعم. عندنا هجره ادمغه، وهيدا الشيء دائما واضح. هلا دائما ما فينا نقول نحن انه هجره الادمغه هو تابو بالنسبه لنا، هيدا الشيء موجود من زمان. نعم. بس هلا زاد شوي. بس نحن لازم قطاع التربيه والتعليم عندنا، وخاصه التعليم العالي، هو مناره بلبنان، ونحن محتاجين دائما لدعمه. فهيك مشاريع كثير محتاجينه حاليا. نعم. ومحتاجين اكثر انه نركز مع الجامعات كيف نعمل سستينابيلتي بلان، يعني خطه دائما يكون في عندنا خطه، يكون عندنا دائما شيء نقدر نخلي الجامعات والاساتذه والتلاميذ باقيين بهالبلد هون. عشان هيك نحن كثير ركزنا بموضوعنا ضمن الجوب ريدنس بروجرامز، نطور التلاميذ عبر الاساتذه بالمهارات العمليه مثل الانتربرينوريال، علم الرياده، يفتحوا بزنس. نعم. يديروا بزنس. هذه الشغلات كلها كمان لها علاقه بالمشروع عنا. نعم. انا بتمنى التوفيق وثانك يو لهالمشروع اللي احنا بحاجه له. دائما نحن بنقول اوكي عم نجهز اولادنا مثل ما عم تقول، او طلابنا او شبابنا، والادمغه كلها لنبعثها لبلاد برا ليستفيدوا منها، ونحن هون قاعدين كتفين ايدينا للاسف. يعني ما بعرف، ان شاء الله حدا يسمع ويتحرك، ان شاء الله دايرين دين الطرشه. شكرا لك دكتور وائل زرائط. بنذكر حضرتك البروجكت مانجر لاتش اي سي دي، مشروع تنميه قدرات التعليم العالي في لبنان مع تسع جامعات. شكرا لك.